السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ عواشركم مبروكه. اليوم غادي نحضر معاكم العسل الرمضان ان شاء الله، العسل الشباكيه البريوات وحتى الرغيف ان شاء الله. اول حاجه غادي نحتاج هي قالب ديال السكر اولا 2 كيلو ديال السنيده. بالنسبه للاخوات اللي كاينين في الغربه ما متوفرش ليهم سكر قالب، يعني استعملوا 2 كيلو ديال السنيده في هذه الوصفه. غادي نحتاجوا كذلك اعشاب منسيمه، غادي نحتاجو اليازير واحد 2 معالق كبار تقريبا يازير، غادي نحتاجو حامضه غادي نفلحوها بهذا الشكل اولا غادي نقطعوها المهم بهذا الشكل باش لحناها في الطنجره تسهل علينا باش نجبدوها. غادي نحتاج هنا واحد العويه ديال القرفه، غادي نحتاج هنا كذلك معلقه ديال الشاي اولا اتاي. هنا عندي النسكه الحره وهي ضروريه للعسل، النسكه الحره دقيتها مع شويه ديال السكر ضروريه باش كتعقد لينا العسل ديالنا. هو عسل طبيعي هذا، ما غادي نزيدوه لا كليكوز لا اي اضافات، يعني عسل طبيعي وباش يجي عقد لينا ضروري من النسكه الحره. وغادي نحتاجو كذلك 1 لتر ديال الماء لهذه الوصفه. اول حاجه غادي ندير هي غادي نهرس بعدا هذا القالب ديالي ديال السكر. دابا من بعد ما هرست القالب ديالي ديال السكر باش يسهل عليا الذوبان ديالو، غادي نديرو في طنجره ديال الضغط كوكور طنجره الضغط. اللي ما بغاتش تهرس القالب ممكن ديرو كامل صحيح وتخوي عليه الماء، اطرو تاع الماء وتخليه مرقد ليله كامله يدوب تماما. وكذلك دابا هذاك الشيء اللي غادي ندير السكر ديالي، غادي ندير عليه الماء اولا ونخليه يدوب شويه غير شويه، حتى يعني تقدري ديريه الصباح وتستعمليه في العشيه. غادي ندير عليه الماء ونخليه يرطب. لتر ديال الماء، ومن الاحسن تستعملوا كوكوط كبيره حيت كنعرفوا العسل ملي كيكون كيطيب كيغلى كيتبخ ولا كيغلى، ولا كان طنجره صغيره ممكن الله يستر يوقع انفجار. يعني من الاحسن كوكو تكون هكا فيها ليسباس الداخل تكون واسعه. هنا داب ليا السكر ديالي شويه بدا كيذوب، دابا غادي ندير عليه المسكه الحره، غادي ندير عليه الحامضه، كذلك العويه ديال القرفه، وهنا غادي ندير هاد اليازير في واحد الفاصمه تكون غليظه شويه باش ما يديهش ليا في العسل. واحد الكميه غير باش يطلق ليا النسمه ديالو. بالنسبه اللي ما متوفرش ليه اليازير ولا شي عشبه منسيمه ممكن ديروا واحد كاس ديال ماء زهر، كيجي غزال بالماء الزهر، كيجي واحد المذاق رائع في العسل بالماء الزهر. انا اختاريت اليازير، وكذلك نفس الطريقه اللي غادي نستعمل مع الشاي، نفس الطريقه غادي ناخذ. ممكن تاخذوا خرقه تكون نقيه اللي ما متوفرش عندها الفاصمه. الشاي الدور ديالو في هاد العسل وهو انه كيعطي اللون، كيعطي اللون غامق للعسل. هذا عسل طبيعي يعني ضروري نعاونوه بعد، يعني نعاونوه باتاي نعاونوه باليازير شي حاجه اللي غادي تزيد تعطيه اللون والمذاق للعسل ديالنا. ها هو ولا السكر ديالنا في لتر ديال الماء. دابا غادي نسدو عليه الطنجره، غادي نحطو عليه الطنجره
العسل ديالنا درناه كي فوق النار، نار متوسطة يعني ما مجهدة ما ناقصة، يعني بين وبين غادي نخليوه غتبدأ الصفارة تصفر. كيف غادي تبدا الصفارة تصفر؟ غادي نحسبو 40 دقيقة، غادي نخليوه 40 دقيقة عاد غادي نطفيو عليه. هنا كما كتشوفو ها هو العسل ديالنا طاب، دابا باقي سخون داكشي على الجاري. كيف كتشوفو ملي كتولي الحامضة ولا الليمونة في هاد اللون هكا غامق، كيكون ديك الساعة علامة تاع بلي العسل صافي طاب. دابا غادي نحيدو منو هاد اليازير، نحيدو اليازير هاتاي أو الحامض كاع لي إضافة لي دخلنا ليه، نحيدو منو أو العويل ديال القرفة. كيف ما قلت لكم العسل ديالنا هكا كيجي في الاول جاري حيت باقي سخون، ولكن من بعد ملي كيبرد كيبدا يعقد. الا خليتوه يعني حتى برد كليا ولا خليتوه نهار كامل وبان لكم بلي ما عقدش، غادي تعاودوا تشعلوا عليه نار مهيله واحد 10 دقائق، تغطيوه بلا ما تسدوا عليه وتخليوه يغلي مزيان ويبرد عاوتاني ويعقد ان شاء الله. اما بالنسبه اللي جاهم العسل عاقد بزاف يعني ثقيل، ملي برد جاهم ثقيل ممكن يضيفوا عليه عاوتاني واحد كاس تاع الماء تقريبا ويخليوه يغلي باش يجيهم شويه خفيف. وبالنسبه للناس اللي بيستعملوه في شبكيه ولا بريوات بغاو يعسلوهم به، يعني يخلوهم على الاقل يخلو العسل ديالهم على الاقل واحد يومين بما عقد مزيان عادي يستعملوه باش يشد في العجائن ان شاء الله. ورمضان كريم وعواشركم مبروكة، والى فيديو اخر ان شاء الله.